تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الدورة 47 لجائزة الحسن الثاني والدورة 26 لكأس لالا مريم بنادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط من 6 إلى 11 من فبراير 2023. ستكون المسالك الحمراء الأسطورية مسرحاً لعودة الأبطال، نخبة من أساطير عالم رياضة الغولف من دور أبطال رابطة لاعبي الغولف المحترفين. وعلى المسالك الزرقاء ستتبارى بطلاتنا المغربيات وأبرز اللاعبات الدوليات على أعلى مستوى في الدوري الأوروبي للسيدات. الحضور بالمجان. مرحباً بكم بمسالك دار السلام بالرباط، مدينة الأنوار والعاصمة الإفريقية للثقافة. لمزيد من المعلومات www.hassandegolftrophy.com